ككل سنه المصالح الاجتماعيه للمجمع الشيخ مصبر بمركز جرير دونك كتخلد ويماس. السنه الفريطه كنا درنا ويماس في يوم واحد، اما هذه السنه هذه فالاحتفال في مده 3 ايام. كان يوم الجمعه واحد ندوه لصالح المراه اللي نظمتها واحد كوتش في ديفلوبمون بيرسونيل اللي عطات واحد الصدى طيب، وبالامس يعني قاعه ليبسي استقبلت حوالي اكثر من 600 مراه اللي جات تحضر واحد العرض كبير مشهور على الصعيد الوطني، هو عرض مجموعه لاله ملانه. واليوم كنختموا هذه الاحتفالات هذه بلاكوس حمله دي كازا. غادي يجيو اليوم غادي يديروا هنا على الساعة 10:30 في مطار الحاضرة المصفر، وهذا كيجي ختام الاحتفالات ديال مجمع الشريف المصفر في ويماس عيد المرأة. وإن شاء الله غادي نشرفوا بالحضور ديال عامل صاحب جلالة على أقليم الحارة السيد فرشونا اللي كيشجع الرياضة بصفة عامة. شوفوا حتى حنا واش غنقدروا نضربوا هذه المسافه، لان حنا دائما كنحسوا مغطاه وكبرناه وسميتو، وبغينا نشوفوا هذه التجربه وتنتمناو ان شاء الله. انا كنتمنى ان شاء الله نكون انا الاولى ونربح ان شاء الله الجائزه اللي غادي يعطيها المكتب الشريف للوصفات، وها الرقم ديالي الحمد لله 79. ونبغيك السي سلامه تاتا تبع معايا ان شاء الله وغندخل انا المرتبه الاولى. كنشكر الشريف للوصفات اللي نظم لنا هذا اللقاء بعد المساب على ولا بعد شويه في بنكري تيتحركوا تيديروا، كنتمناو الخير لبنكري ان شاء الله. شي كلمه لاله بهذه المناسبه ديال المشاركه ديالك؟ وفرحنا بهذه المشاركه وحنا جالسين وتنتمناو من الله يعاوننا على هذه المشاركه باش نفوزوا. الهدف ديالنا ماشي الفوز، هذه غير المشاركه. شاركوا ولا مشاركين وتنتمناو نفوزوا حتى الفوز معنا ان شاء الله. استاذه شوفي فرحان حيت شاركت في هذا السباق هذا ومناسبة عالمية للمرأة وتنتمناو يكون مرة. إذا أنت وحشة فلا قمر قل لي متى أنت طالع حبيبي واش خصمتو؟ شيماء الخيري أمينة سكرتي، شيماء الخيري أمينة سكرتي، أيضا الزيراني ندى. خطفنتو